شنت الطائرات الروسية غارات جوية بقنابل الفوسفور الحارقة على مدينة جسر الشغور وبنش وقرى في ريف إدلب مستهدفة الأحياء السكنية. وأفاد مراسل أخبار الآن بإصابة مدنيين اثنين واحتراق عدد من الأبنية السكنية. تزامن ذلك مع قصف جوي بالصواريخ الفراغية شمل مدن سراقب وكفرنبل ما سبب دمارا في الممتلكات، في حين لم يعرف بعد حجم الخسائر البشرية. معي عبر سكايب من إدلب مراسل أخبار الآن إبراهيم إسماعيل. مساء الخير، أهلا بك معنا إبراهيم. ما آخر التطورات والذي يمكن أن تفيدنا به؟ لنبدأ بالريف، ريف إدلب. مساء النور ميسون. طبعا آخر التطورات التي حصلت اليوم خلال القصف العنيف الذي تعرضت له محافظة إدلب وريفها بشكل عام، كان هناك سقوط 10 شهداء في مدينة معارك مصرين وأكثر من 75 إصابة من المدنيين بعد استهداف المدينة في السوق الشعبي داخل المدينة من قبل القنابل الحارقة للطيران الحربي الروسي، والأمر أدى إلى اشتعال حرائق داخل السوق وسقوط 10 شهداء شهداء واكثر من 75 اصابه مدنيه. طبعا كان هناك ايضا تحليق للطيران الحربي لم يهدأ منذ البارحه بعد ان تم استهداف مدينه ادلب بقنابل البالم الحارقه، ادى الى سقوط عدد من الاصابات واحتراق عدد من الابنيه السكنيه. طبعا لم يهدأ الطيران الحربي ليله البارحه ولا اليوم من الصباح وحتى الان، وما زالت الطائرات الحربيه في تتابع مستمر ان كان أو سوري أو طيران بالوحيد يستهدف المناطق المدنية في مدينة إدلب، وذلك طبعا بعد المعارك العنيفة التي نعم. تجري في ريف حماة الشمال بعد أن تم تحرير عدد من النقاط. قبل أن ننتقل لريف حماة الشمالي سنطلع على هذا الموضوع منك أيضا إبراهيم، إذا عن أي حصيلة نهائية من الضحايا نتحدث بريف إدلب؟ لم أسمع سؤال جيدا. الحصيلة النهائية لضحايا ريف إدلب اليوم؟ نعم، الحصيلة النهائية كانت 10 شهداء في معارك مصرين بعد القصف بالطيران الحربي الروسي. طيب، بتابع فيما يتعلق بريف حماة الشمالي وماذا تضيف بعد الذي قلناه وعملية التهجير هذه؟ أعداد كبيرة طبعا هجرت من مدينة من قبل عصابات الأسد، طبعا التهجير ثم خوفا من القصف الذي ستتعرض له المدينة بعد تحريرها من عصابات الأسد. آلاف العائلات توجهت باتجاه البلدات والقرى المحيطة في ريف إدلب الجنوبي وفي ريف حماة الشمالي. طبعا ريف إدلب الجنوبي عدد كبير من العائلات توجهوا إليها، وكان هناك اليوم أعمال من المجالس المحلية في القرى والبلدات التي توجه إليها هؤلاء النازحون لتأمين السكن وتأمين المستلزمات الضرورية لهم خلال رحلة النزوح التي قد تستمر خلال استمرار المعارك المتواجدة في ريف حماة الشمالي حاليا. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من إدلب مراسل أخبار الآن إبراهيم إسماعيل.